موضوع الاستعانة استغفر الله او الاستعانة بالجن والناس اللي مسحورة والكلام. بصوا يا جماعة انا عندي المعيون يعني اكتر من المسحور. المعيون عندي حلوا وما نستحيش، ويا 3000 اللي بيشوفوني على اللايف من فضلكم، ويا كل نساء الأمة لو سمعتوا اللايف ده لو اتقطع واتقمل مقاطع من فضلكم. اسمع اللي بقولك عليه، تعالوا نحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، ورواية تانية له أجر 80. يا دي الهنا يا أختي، ما ناخد أجر الشهيد. إيه السنة اللي ميتة ونحييها؟ توضأ لأخيك. لما الصحابي كان بيغتسل وكان جسمه أبيض والصحابة شافوه قالوا ده أنت جسمك أحسن من جسم العذراء ناعم وطري، فلما وقع وعي راحوا للنبي قال اغتسل هلا بركت على اخيك وتوضله واديله ميه الوضوء، فاغتسل. بعد ما جاب ميه الوضوء قام جاي المعيون دوت اغتسل بيها خلاص خف. تعالوا نعمل كده والناس ما تزعلش. لما تيجي واحده تقول لك هاتي ماء وضوء، حاضر يا سلام، ولكن بقى القمص والزعل وانا هحسدك يا ستي، ما تعملي، ما انت لو سليمه وبريئه ما خلاص. هو يعني هو القصد اذيه الاخرين؟ ده المعيون. المحسود او المسحور او اللي معمول له حاجه، بصوا البقره، اذكار الصباح والمساء، ايه الكرسي، ماء السدر المقروء عليه القران، إيه دايما على وضوء لانك هيجي لك انفلات في الريح رهيب. دايما على وضوء، دايما ما يعديش اذكار الصباح ما يعديش الا صبح ولا الا لما اكون قايلها، وسوره البقره كل يوم 7 تمرات الصبح وسبع تمرات من تمر المدينه العجوه، 7 الصبح وسبع اخر النهار، ايات الرقيه كلها، وترقي نفسك وترقي عيالك بيه. طب الاستعانه بقى بالجن، هي دي الكارثه بقى. يقول لك بقى ايه، فزادوهم رهقه. ليه حتى لو مسلم، حتى لو مسلم انت عارفين بيدي للناس ايه، ان انا لما استعنت استغفر، اقول لك ما هو نفسه انت بتدي حلق ان مش الله عز وجل النجاك، ده انت ارهقت الجن المسلم اللي ساعدك، فانت خفيت، فما فيش قران ولا لا قران ولا ربنا في الموضوع. لا احنا رقم واحد نستعين بربنا سبحانه وتعالى، وما هم بضرين به من احد الا باذن الله، ولو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله لن يضروك، ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لن ينفعوك. فالاصل الايمان بربنا والاستعانه بربنا فيه، واخد بقى الاحتياطات. البقره كل يوم لا يستطيعها البطل، الصحراء ما يقدروش عليه. يقول لك احنا سامعين صوته اللي انت موصلنا ان احنا نسحره، بس احنا مش شايفينه. في ذكرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. اذكار الصباح والمساء حسن، الصلاه على وقتها حسن، الوضوء دايما عليه حسن، الرقيه، ماء السدر المكتوب عليه، كل الكلام ده، كل الحاجات دي، من الاصل ان احنا نبقى واخدين بالنا من الكلام ده. طيب ولا نستعين حتى ما نحطش في اعتقادك واعتقاد الناس، اصل اللي ساعدني الجن المسلم بقى ما هو طيبين ما هو مسلمين. غلط. الاصل انك اذا استعنت فاستعن بالله، واذا استعذت فاستعذ بالله. يا أمة محمد والله من علامات الساعة، من علامات الساعة الاستعانة بالجن، ده من علامات الساعة. ندعو الله سبحانه وتعالى يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نفضل نصحوا بعض. يا أمهات، يا نساء، يا بنات تعجم، عرفت خير يا بنتي انصحي بيه، بلاش نخلي الباطل هو اللي ينتشر، بلاش نخلي الباطل هو اللي يعمل بالشكل ده، وكل واحدة طالعة لي تفتي مين في خبرتك إيه أنتِ؟ وتعرفي انت ايه، خدت لي كلمتين من الشيخ جوجل ولا كوبي وبس من هنا، ولا واخده كلامه بتقولي وتسقطيه على كل الحالات كانها حاله عامه؟ ده كلام غلط. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياك، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح حال الامه، يصلح نساء الامه، اللهم امين، ويجعلنا صالحات تقيات، ويجعل الزوجات قره عين لازواجهم، ويجعل الازواج قره عين لزوجاتهم يا رب، بما قال الله وقال رسول الله وقال الصحابه اولو العرفان.